يقول في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرسول قدوة، قدوة في الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي كان يصلي على السجاد، لو كان يصلي على الأرض على شنو كان يصلي؟ اسألوا كل المؤرخين بلا استثناء أي واحد، مسجد النبي صلى الله عليه وآله كان مفروش سجاد؟ كلهم يقولون لا. مسجد أبي بكر كان مفروش بالسجاد يصلون عليه؟ لا. مسجد عمر كان يصلي على السجاد؟ لا. مسجد عثمان كان يصلي على السجاد، يعني يضع جبهته على السجاد؟ لا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يضع جبهته على السجاد؟ لا. المسجد ما كان مفروش. صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي شلون كان يصلي؟ احنا منصلي بذاك الشكل. النبي كان يجمع بين الصلاتين أو لا؟ نعم، من غير عذر ولا سفر ولا مطر، فنحن أيضا نجمع بين الصلاتين، ماكو مانع من ذلك. النبي قدوة في الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله قدوة في الحج. خذوا عني مناسككم. كيف حج النبي؟ نحج كذلك. ولكن النبي أيضا قدوة في أشياء أخرى. أنتوا لاحظوا تاريخ النبي. النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى المدينة، في مكة خب كان مضطهد، كان مطارد، حتى جماعة النبي كانوا يصلون خفية، يروحون في مكان مغلق في المغارة في غرفة مغلقة يصلي سرا، كثير منهم ما كان بيدش. لكن عندما جاء إلى المدينة، ما الذي فعل؟ أول ما فعل كون مؤسسات اجتماعية لتلبية الحاجات المادية والمعنوية للمجتمع. أول ما إجى إلى وين؟ إلى قباء. كم بقي في قباء؟ ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. ولكنه في هذه الأيام الثلاثة بنى مسجدا، مسجد قباء. والله تعالى خلد ذكر هذا المسجد في القرآن في الآيات التي تقرؤونها: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا المسجد مسجد قباء. ثلاثة أيام صنع مسجدا. كانت أرض، مالك هذه الأرض كان يفرش فيها التمر حتى يجففها. النبي صلى الله عليه وآله جاء إلى هذا المالك واشترى منه هذه الأرض وصنعها مسجدا في أول يوم من حلوله. بعدين النبي صلى الله عليه وآله انتقل إلى المدينة، رأى أرض لغلامين يتيمين، أرض لغلامين يتيمين. اجى إلى الولي، قال له: كم تبيع هذه الأرض؟ قال: بكذا. فأخذ تلك الأرض وصنعها مسجدا، مسجد النبي صلى الله عليه وآله. والنبي صلى الله عليه وآله تعليما إلنا، هو بذاته كان يحمل الأحجار واللبن، جمع لبنة، يحملها ويبني بها المسجد. الأصحاب الأنصار المهاجرين شافوا النبي بدأ، فأخذوا يقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. ما يمكن النبي يعمل ونحن قاعدون. هم قاموا وأخذوا يبنون المسجد.
وعلي صلوات الله عليه كان يعمل في هذا المسجد، ومجموعة منهم عمار، ومجموعة كانوا قاعدين كالعادة. أكو بعض الأفراد يقولون الوقوف على التل أسلم، إحنا ما علينا، المهم أنه نأمن حياتنا ونأمن حياة عائلتنا، ما علينا بالناس، فليذهبوا إلى الجحيم. فأخذ علي يرتجز ويقول: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيه قائما وقاعدا، ومن يرى عن الغبار حائدا. هذا اللي ما عنده خلق العمل، الذي يشرد من العمل والغبار. فأخذ عمار يرتجز هذه الأبيات، واحد من هؤلاء القاعدين على التل تأثر من هذه الأبيات. من هذا الواحد؟ ابن هشام. في سيرته ما يقول من هو، ولكن واضح من هو. بقية المؤرخين كلهم حتى من العامة ذكروا من هو هذا الحائد عن الغبار: ومن يرى عن الغبار حائدا. فغضب وجاء إلى عمار وهدده بعصاه وقال: لأجدعن بها أنفك. وفعلا في يوم من الأيام عندما وصل للقدرة ضرب بها أنف عمار وكسر أنف عمار، هو هذا الرجل الذي يرى عن الغبار حائدا. مسجدي. ثم بنى مسجدا ثالثا المدينة الصغيرة، ورابعا وعاشرا. بنى النبي صلى الله عليه وآله في هذه الفترة القصيرة في هذه المدينة الصغيرة 52 مسجد.